انس ابو نص ساعه كذا كان فطر الدم انت بقول لك ما انت هذا خش السجن خش جوا مش عايز بس السجن خش جوا اي يعني الناس اللي دخلوا بعد دخلوا الحمام هذول حكومه دي كثير يا قدام السرير يعني والله لا دي خطوات عجيبه ربنا جابهم في الراجع ايش ولا رجع بيت يتوب يا جماعه يا زول استغفر توبوا انت ربنا اداكم فرصه بعد ده زول دارت خارج الخارج انت والله اداكم فرصه تمروا الله شافك يا مالي شيخ امشي كرم كرام وطوب الى الله الله يجي والله كلامك منطقي والله كلامك منطقي اقسم بالله اجي اصلي صلاه الخمسه لا لا ولا عادي انت توب الله الله شافك اي زول مرة من السجن ده لازم يتوب يوم انت تمرقوا الله الله شافه تعالوا يرجعوا كل الغطايين يتوابون ارجع تتوب الله يخليك والله انا بدكم عبرت ايه جريمه يا صاحبي انا اكثر ساعه ما في فرصه ثانيه لك انا الا فرصه ثانيه ما عندك فرصه والله ثاني فرصه واحده دي بس عرفت ولا ما عرفت يا بدر ولسه هذول ما مصدق هم ما مصدق ذا الله يصدق ذا والله عرفت ولا ما عرفت يا صاحبي لا لا كده بدك كده بدك كده انت دوك كده بس هو استخدم برابط بك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات